استحالة نظل سوية لا بعد ما نظل قلبي غير الضيم منك كل شي ما حصل صعب أتحمل تجرح وتهمل مثل ما جيت الحياتي يلا 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 عن حالي شاحجي لك بعد مزين بعدك حالي عايش على قيد الحزن لياك يا الحب مالي راقك يسر قلبي كسر ما اعرف ايش سوالي خلاص فرجي يا ام عبد على ابنك هلا بيجي يوم الجيم بصير يحكي لك ليش بضعفش ليش بضعفش ليش بضعفش ما ايش ما عبد فاهم الموضوع غلط هيو ايش بدك يا عبود هاي بقول لك وداب الصحين ويل 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 اكل البلد تفضل تفضل اكل تفضل على الغداء ايش هذا كل هذا حلو لا حول ولا قوه الا بالله عيب السلام يا بنات يا بيلي عبد تحداني اصور بس انا بصور شوف ايش بدي بعمل والله والله العظيم نفض بده يحطهن بده نفض بده يحطهن بده طلع بده ياخذهم في شو اسمه لا عادي في منشفه بدك تاخذ بده ياخذهن معها الطياره طلع والله غير يا اخي تفرجوا يا ناس هذا هو عبد ليش عبد مجننك هذا شوفوا شو بيساوي يا انا حلويات الامبريت لا تعوض فعلا صح كثير الان المشكله يا جماعه مش في موضوع الحلو المشكله انه حط في الشنطه وسكر عليه لا وفي زياده باكل فيهم صح والله طيب هو الحمد لله حلو الاماراتيه طيب بتحب الحلو انت يا عبد لا هون والله العظيم هون